القاسم وقاسم الزباري، ولا عدوان إلا على الغاصبين المعتدين. ساكنة مدينة وجدة الكريمة، أيتها الحرائر، أيها الأحرار من أبناء هذه المدينة الطيبة، تحية إجلال وإكبار لكم، أحييكم جميعا وأحيي فيكم غيرتكم ونضالكم وحضوركم الدائم في كل المحطات النضالية، في كل المحطات النضالية والتضامنية المساندة لأهلنا في غزة العزة. ساكنة مدينة وجدة، تحل علينا اليوم الذكرى 48 ليوم الأرض. هذه الذكرى والتي كما كل سنة يخلدها العالم ويخلدها المغاربة، ذكرى المواجهة الضاربة والإضراب العام الشامل الذي خاضه الفلسطينيون من الجليل إلى النقب وشمال قطاع غزة ومخيمات اللاجئين بلبنان. ذكرى اليوم ولا زال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة يخوضون أطوارا من البطولات، أطوارا من البطولات دفاعا عن أراضيهم ومواجهة للمحتل الصهيوني. تأتي الذكرى هذه السنة والعدوان الصهيوني الشامل على أهلنا في غزة يدخل اليوم يومه 75 بعد المئة، عدوان شامل بمباركة دول الاستكبار العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة راعية الإرهاب بالمنطقة. كل هذا وأمام تخاذل عربي رسمي يندى له الجبين، هذا إن لم نقل تواطؤا بتعبير أصح، وصمت مشين للمجتمع الدولي ومؤسساته. 175 يوما من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع والاغتصاب والحرمان من العلاج ومحاولة التهجير وكل أشكال التبكيل بأرواح الأطفال والنساء والشيوخ والنازحين. كل هذا ولا يزال الكيان الصهيوني وبوتيرة تصاعدية مستمرا في تنفيذ مخططه الإحلالي والتصفوي وبأساليب ووسائل جهنمية وفي تجاهل تام للضامر الإنساني وفي خرق ينضاف إلى خروقاته الفاضحة لكل المواثيق والقوانين الدولية واللامبالاة بقرار محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ناهيك عن انتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة من إعدامات ميدانية بما في ذلك داخل المستشفيات والاعتقالات بالآلاف ومواصلة الاستيطان وتهويل القدس واقتحام الأقصى ومنع الناس من الصلاة فيه. أبو عبيدة السيسي، أبو عبيدة السيسي. كل هذه المشاهد الأليمة تؤكد وبالواضح والملموس زيف شعارات العالم الغربي التي يتبجح بها كما تكشف عن استقالة المجتمع الدولي من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وتفضح الأنظمة العربية المتخاذلة أمام شعوبها. وبالرغم من ذلك فإننا نسجل وباعتزاز اتساع دائرة الرفض الأممي للاحتلال من طرف شعوب العالم ومن ضمنها الشعب المغربي، كما نحيي صمود الفصائل المقاومة الباسلة المحتضنة من طرف شعبها والتي تكبد الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والعتاد. للأسف وأمام كل هذا لا يزال النظام المغربي مستمرا في غيه، مستمرا في مسلسل تطبيع مع الكيان الغاصب وفي تجاهل تام لإرادة الشعب المغربي الذي عبر عن رفضه لهذا التطبيع، بكل فئاته وتعبيراته منذ التوقيع المشؤوم عبر مئات التظاهرات والفعاليات والتي قوبلت بالتجاهل والمنع والقمع والاعتقالات. ونذكر هنا على سبيل المثال للحصر تقديم عدد من المناضلين
ألزبها ونشطائها بمدينة سنا لمحاكمة فاقدة للشرعية على خلفية وقفة احتجازية انضمت ألزبها أمام مبزاري كارفور. وأيضا منع نشاط طلابي بالتضامن مع القضية الفلسطينية بجامعة عبد الملك السعدي. وآخر هذه الانتهاكات اعتقال عضو الجبهة بمدينة المحمدية في خطوات تضييقية على فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني ولجميع أصوات الحرة الرافضة للتطبيع. إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بوجدة وبناء على ما تقدم، وإذ نؤكد أن دماء أهلنا في غزة ليست رخيصة علينا، نسجل ما يلي إشادتنا بالتضحيات الجسام للشعب الفلسطيني التي ننحني لها إجلالا وإكبارا والتفافه حول مقاومته المسلحة وصموده الأسطوري. كما نعتز بأداء المقاومة وبوحدتها وحدة كل الفصائل المكافحة، ننوه بمحور المقاومة المسلحة في لبنان والعراق ودورها النوعي في أسبار أمريكا والكيان الصهيوني على وقف العدوان، كما نشاهد بالدور المحوري لأحرار العالم وتضامنهم. نؤكد أيضا إدانتنا للاستمرار الجرائم الصهيونية ضد إخواننا في غزة وفي كل فلسطين. كما نؤكد أيضا على رفضنا لهذا التطبيع بكل أشكاله واستمرارنا في الاحتجاج السلمي والتعبئة ضده بكل الوسائل المشروعة، استنكارنا للمتابعة وملاحقة مناضلي الجبهة. كما نؤكد رفضنا لكل أشكال التضييق على الفعل التضامني والداعم لغزة والمساند لحق الفلسطيني. نطالب أيضا بالتوقيف الفوري لفصول المتابعة الغير القانونية في حق مناضلي الجبهة باعتبارها تعسفا خطيرا على الحق المكفول في التظاهر السلمي وحرية التعبير. دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء العبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومتابعة مجرمي الحرب من مسؤولي الكيان وتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة. نؤكد أيضا تجديد دعوتنا للشعب المغربي وقواه الحية ولكل الأحرار بالثبات على المواقف التاريخية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني، ونهيب به لمزيد من الحشد والتبيئة حتى وقف العدوان على غزة وإسقاط التطبيع. ساكنة مدينة وجدة الأبية والكريمة، نحييكم عاليا وتحية إجلال وإكبار نرفعها عليكم ونشد على أياديكم. نحييكم على نزولكم في ظل هذه الأجواء، وأيضا لازلنا مستمرين في الشكل النضالي ونبقى مع مشاركة طفلة نرفع معها الشعارات بقوة، لنؤكد بأننا نستاجين بالأجيال رافضين لكل أشكال التطبيع، رافضين للاعتراف بفلسطين، وتحية نضالية.